وكمان بينضم الينا الاستاذه سحر صدقي، عضو مجلس النواب ومؤسسه اتحاد شباب انا. اهلا بيك سياده النائبه. اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك منوره. يمكن شايفين بعض الصور اللطيفه والجميله الحقيقه والمبهجه، خلينا نقول، وبتستغل برضو مساحات يمكن تخلقي منها انت اشياء جديده للشباب حتى. هل وانتم بتخططوا للعمليه دي، هل كنتوا مثلا ناويين تحولوا المساحات اللي تحت الكباري دي لمناطق مثلا يمكن ممارسه فيها انشطه فنيه ترفيهيه او حتى تجاريه مثلا لتجميل برضو الشكل واستغلال المساحات؟ اه طبعا اكيد، بس انا اسمح لي الاول من خلال برنامجك ان انا اذكر معالي الوزير محافظ جنى على انطلاقه هذه المبادره، لان هي كانت بسياسه طبعا، وحضرتك احنا شاركنا فيها مجموعه كبيره جدا من ابناء جنى، وكان على راسهم اتحاد شباب جنى، وكانت مشاركه معانا الجامعه، وكان مشاركين معانا شباب كتير جدا من كل الفئات. الحقيقه ان معالي المحافظ دايما داعم للشباب والمراه القنائيه، وده شهدنا حماس وحب المشاركين لبلدهم وبذلهم اقصى جهد لرفع مكانه محافظه جنى. وحاليا احنا حضرتك معلش، الاتحاد ده اتحاد تطوعي، يعني الشباب فيه بيقوموا بكل العمل اللي احنا شايفينه ده بمجهود تطوعي، صح؟ اه طبعا، وما بياخدوش مقابل، بالعكس احنا بعض الشباب دول بيدفعوا اكثر من جيبهم، يعني احنا عندنا اصلا اغلب الشغل اللي هم بيشتغلوه هم اصلا بيكونوا مسؤولين عنه، وهم اصلا بيساهموا بمواد خام من اتحاد الشباب نفسه، واتحاد الشباب برضه في منهم اللي هم دايما يعني داعمين لبلدهم. احنا بس مش عايزينهم يدفعوا من جيبهم دي، يعني هم يساعدونا بالمجهود وان شاء الله الاجهزه التنفيذيه تساعد. حضرتك في يعني احنا عندنا اتعمل اكثر من حاجه، اتعمل عندنا زراعه الورد النادر الفريد في جميع الميادين، ده كان اصلا تبرع بعيد عن المحافظه. كان في تغطيه معظم الحدائق بالنجيل والورد والاشجار، ده برضو كان متبرع بيه احد رجال الاعمال. تم تجميل وتزيين اخيرا كوبري المعنى اللي هو كانت مشاركه فيه طبعا المحافظه، وكان شبابنا كلهم، ما حدش اي تقاضى اي اجر، بالعكس كان كله عمل الشباب. كمان في بعض اعمال زي الرصف والدهانات جميع البولدرات داخل المدينه، وما زال العمل برضه مستمر في مبادره جنى. واسمح لي برضه لتاني مره اذكر معالي الوزير محافظ جنى، لانه بالامس القريب تم تكريم الشباب وقعد معاهم من وقته طويل جدا، يعني معاهم اكثر من ساعتين، وكان فاتح مكتبه، وتم تكريم شخص بينهم سواء الاستاذ مؤمن او الاستاذ احمد، يعني مجموعه كبيره من الشباب، وكانوا كل الشباب اللي كانوا مشاركين كانوا متواجدين مع معالي الوزير المحافظ، وانا الحمد لله شرفت ان انا كنت من ضمن اللي كانوا حاضرين هذا اللقاء. ففعلا احنا عندنا جينا حاليا بتبدا حياه جديده، او زي ما جاء بيقول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتبقى مصر جديده. احنا فعلا ان شاء الله على اي حال طبعا ده مجهود يشكر من حضرتك ومن كل الشباب طبعا اللي احنا شفناهم في الصورة من مؤسسة اتحاد شباب هنا، أو حتى من المتطوعين بشكل عام. وأعتقد أن هي تجربة الحقيقة، يمكن شفنا تجارب مماثلة كمان في مصر قبل كده، لكن محتاجين نتوسع في ده على أيضا نطاق أشمل، ونشارك أيضا يعني كل شباب الجامعات في كل المحافظات، ليه ما يشاركوش في عمليات التجميل؟ وأنا أعتقد أن هم يمكن عندهم دايما الرغبة، زمان كانوا بيصطدموا بس ببعض البيروقراطية أو الروتين، لكن حضراتكم كل يوم بنشوف يعني أعمال الشباب في كليات الفنون الجميلة والكليات الفنية المختلفة في مصر، الحقيقة ترقى لأي عمل لأي حد أيضا محترف، خلينا نقول. فممكن نستغل طاقتهم بشكل أكبر، ده يديهم أيضا ثقة أكتر لإظهار مواهبهم، وكمان هيديهم بعض الانتماء، لأنه في النهاية هيشوف جزء من بلده هو ساهم في تجميله بشكل أو بآخر. فأعتقد أن دي ممكن تكون رسالة كمان مهمة اللي بنشوفه فينا دلوقتي لكل محافظات ومحافظين مصر الحقيقة.